بل لمئات السنين. فالدولتان هما قلب المنطقة ونبضها، وقد شكلتا عبر السنين نموذجا للتحالف والتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تطورت هذه العلاقة ونمت وترسخت بصورة مميزة، وأضحت مثالا يحتذى به في التعاون بين البلدان العربية. وتوج هذا التعاون بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، التي كان من بينها مذكرة التفاهم حول الربط الكهربائي بين البلدين، والتي جرى توقيعها بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تعد شبكتا الكهرباء في المملكة ومصر أكبر الشبكات الكهربائية في المنطقة العربية والشرق الأوسط من حيث إنتاج الكهرباء، إذ تبلغ طاقة إنتاج الكهرباء في البلدين معاً أكثر من 150 جيجاوات، تمثل قرابة 38% من إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء في الدول العربية. وشبكتا البلدين هما كذلك أطول شبكتين لنقل الكهرباء في المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من 140 ألف كيلومتر دائري. يمتد المشروع الذي تبلغ سعته الخطية 3000 ميجاوات لأكثر من 1350 كيلومترا، حيث يصل بين محطة شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة الجهد الفائق في تبوك في المملكة، ويعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومترا وصولا إلى الأراضي المصرية ليتصل هناك بمحطة تحويل بدر. سيكون تشغيل المشروع بعد 36 شهرا من التوقيع، على أن يكتمل التشغيل لجميع أجزاء المشروع بعد 52 شهرا من توقيع العقود، وستبلغ تكاليفه الإجمالية 1,800,000,000 دولار. من هنا فإن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين يكتسب أهمية إقليمية وعالمية كبرى، فهو أكبر مشروع ربط في المنطقة العربية، يربط بين أكبر الشبكات الكهربائية في الوطن العربي، كما أنه يكمل جهود الربط الكهربائي العربي من خلال ربط المملكة العربية السعودية ودول الخليج بجمهورية مصر العربية وبقية الدول العربية المترابطة من خلال الربط الثماني والربط المغاربي. وسييسر هذا المشروع التبادل التجاري للطاقة الكهربائية بين البلدين، وإمكان تمرير الطاقة الكهربائية بين الدول المحيطة المترابطة بالاستفادة من فائض قدرات توليد الكهرباء المتاحة لديهم واستثمارها بصورة تحقق العديد من الفوائد والعوائد الاقتصادية لهما، وتجعل منهما مراكز إقليمية ذات أهمية عالمية لإنتاج وتوزيع الطاقة. كما سيسهم المشروع في تعزيز موثوقية الشبكة الوطنية للسعودية ومصر وتحقيق مستهدفات استغلال مصادر الطاقة المتجددة. هدف وضعناه وخططنا له وأنجزنا كل المراحل التي تسبق البدء بالتنفيذ. واليوم تبدأ الرحلة بتوقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.